وقعت تكاد تكون في السرية اجتماعات موازية غير معلنة في الولاية. تبدأ الاجتماعات هذه 6-7 متاع العشية وتوفى 11 نفس الليل مع أطراف أنا ما نعرفهمش، ما هما يبدو أنهم أعضاء من المجلس التأسيسي وأطراف سياسية تنتمي للترويكا. نعم. دامت الاجتماعات حوالي شهر، وأنا كنت المعلومة أخذتها من باب الصدفة لأنه قاع استدعاء شخص طلبني وقال لي مش تقابلوا في الولاية؟ قلت له إن شاء الله خير. ثم علاش مش تقابلوا؟ قال لي أنا استدعوني. قلت له أنا ما عنديش علم، ما ثماش ما جاني حتى استدعاء. قال لي ما لا أنا ما نمشيش. قلت له لا تمشي، أنت استدعوك تمشي. هو معك في النيابة الخصوصية؟ هو موجود في واحد شخص في النيابة الخصوصية الجود. فاللي صار هو أنه مشي أحضر في الاجتماع هذا، هو كان تتويج متاع اجتماعات سابقة بحضور عدة أطراف سياسية. نعم. والترويكا وخاصة مجموعة يعني حركة النهضة والتكتل والسبيال ربما بعد أطراف أخرى. نعم. فوقت اللي مشى الاجتماع هو بيدو تصدم، طلبني قال لي اطلبني في التليفون. طلبته في التليفون، حل لي التليفون، سمعت فاستئت استياء شديد لأنه ما كانش مطروح وأني أنا متشبث بالمركز هذا. واحد لو كان جاء وتشاوروا لحبوا يبدلوا ما ثم حتى مشكلة، ناس تمشي وناس تجي والناس تتعاون مع بعضها وتقع معناها إحالة ملفات ومواصلة العمل عادي. يعني نعم. وهي مؤسسة الغاية متاعها هي خدمة المواطن، هو مرفق عمومي. نعم. لخدمة المواطن. فاستئت من العملية هذه ودعيت إلى ندوة صحفية في البلدية. وقعت محاولة متاع إجهاضها، تدخل بالتليفون لمن استدعي من إطارات ومن أعضاء المجلس البلدي ويقولوا لهم راهي الندوة صحفية مش مشتاقة. ولكن في آخر المطاف أنا عملت الندوة صحفية، وبعدها هي كتبت رسالة مفتوحة في 3 صفحات، بعت منها نسخة لوزير الداخلية في المكتب متاعه على الفاكس متاعه. نعم. ونسخة إلى رئيس الحكومة في المكتب متاعه على الفاكس متاعه، ونسخة إلى مجلس النواب عند رئيس مجلس النواب. إذا أنت رئيس نيابة خصوصية ولم تدعى للاجتماع، باش تقعد ولا باش تمشي ولا تسري يدك؟ أي سرية، لأنه الوالي أكاد أكون الوالي السابق أو الوالي هذا الحالي أكاد أكون أسبوعيا باتصال بهم معناها في مخص جميع المشاكل المطروحة على المنطقة، من فضلات، من طرقات، من كهرباء، من مواطنين، من وضعيات اجتماعية. احنا كنا على اتصال ولم يعلمني أحد بهذا. في جويلية خرج مرسوم يقول هو أن نيابة الخصوصية تواصل إلى حين عقد الانتخابات إلا في صورة ما إذا حدث شغور أو إشكاليات. إشكاليات معناها ناس متعاركة ولا مجلس غير مفعل واحد. هذا ما كانش مطروح على البلدية متاع سكرة. وهبط اسمك أنت؟ هبط اسمي أنا. يعني اسمي أنا موجود. تثبيتك كرئيس نيابة خصوصية إلى حين. إلى حين. الانتخابات مجلس البلدية طبعا. أي. إلا إذا ثم إشكال. إلا إذا ثم إشكال أو ثم شغور. هذا يبدو لها بط في جويلية أو بعد جويلية. في جويلية. في جويلية. في جويلية طبعا مدك ربما لاحقا بال. حتى للمواطنين أن نوريهم كل هذه المراسيم لأن باش نبينوا يعني المراسيم أو حتى في علاقة بال. بالنسبة للمواطنين سكرة هم على علم لأني أنا أعمل بطريقة شفافة ومتواصلة وأنا باتصال يكاد يكون يومي مع المواطنين ومع الأحياء ومع المجتمع المدني والجمعيات. نعم. خلينا نتابع معك التفاصيل هذه. إلى حد الآن الأمور سالكة يعني حتى إلى أفريل جاء فراغ ثم وقع التمديد 3 شهور حتى 12 جويلية 2012 في جويلية وقع تثبيتك كرئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكر. طبعا التثبيت هذا مقرون بإشكال أنه تصير شي فوضى، تصير شي مشاكل، تصير شي مندرجة. نجيب بلدية سكر فيها إشكال ولا ما فيهاش؟ أعطينا فكرة شنو صار في بلدية سكر في العام المستضم. والله بعد المرسوم هذا انطلقنا توسمنا الواحد وقلنا ما لها إلا فترة صعيبة على البلاد الكل، وانطلقنا في العمل في المشاريع وتبرمجت مشاريع نهيك وأنه
ربما ما عنديش العلم مثبت يمكن تثبيته، ما ربما البلدية الوحيدة اللي عملت 120% من الاستخلاصات. 120% من الاستخلاصات وقت النسبة الوطنية ما 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 ربما على حسب ما أسمعه، ما عنديش الأرقام الكل، لما 70-80% تعتبر جيدة. هذه هي نسبة تقريبا. نعم. وثم حتى أقل برشة في بعض البلديات. وعليش كيفاش هذه 120%؟ هذه شنو السر؟ والله كان شيء بسيط جدا، هو أعطاء الأرضية اللازمة والمناخ اللازم لأعوان البلدية باش يخدم. معناها وجود مناخ متاع خدمة. البلدية فيها تقريبا حوالي 340 عامل ما بين إطار وعمل بسيط. نعم. وفيها أربع إدارات، منهم مصلحة متاع مصلحة الأداءات فيها حوالي 20 شخص. كل ما في الأمر هو أني شريت لهم موتورات ويتعدوا للبارك، يعبيوا الموتورات نتاعهم ليسانس، ويعمروا أهمموا في التنقلات نتاعهم في مخص المعاليم الواحد وكذا. في ظرف 3 شهور دخلنا حوالي 7 مليار دويت حوالي أداءات. هي مناسبة زاد باش تحيي أهالي سكرة. تحيي أهالي سكرة ونحيي إطارات وعمال بلدية سكرة اللي استجابوا للمنهجية متاع العمل متاعي وجسموها على أرض الواقع. هذا اللي خلانا البلدية عملت 120% من الاستخلاصات، تكاد تكون معناها نسبة استثنائية في البداية. نعم. استثنائية. ثم هو أنه الميزانية متاع البلدية في ظرف سنة نقلت من 13 مليون دينار تونسي 13 مليار تونسي. نعم. 13 مليار إلى 16 مليار. وقت أي أنها زادت 3 مليارات الميزانية في سنة واحدة. سمحني الأرقام هذه أهل الدار سلطة الإشراف في بالهم بها؟ في بالهم بها، ووقعت البكاتبة والإرسال، وتكلمت عليها أنا في عدة مناسبات حتى بحضور السيد كاتب الدولة الداخلية في جلسة في الولاية. ووقع نشر هذا الكل كان منشور شفاف. أنا توا في البلدية كنا معنا في ظرف أسابيع مش تكون عندنا الأوبن جوف، معناها منظومة معلوماتية فيها كل ما يخص البلدية من مشاريع، من ميزانية، بالأرقام، بالمليم الميزانية، كل مليم ونيمشي. حضرات المشاهدين السلام عليكم. اليوم باش نتعرض في نطاق هذا الملف الخاص إلى حدث ممكن أن يرجع الأمل إلى العديد من النيابات الخصوصية اللي أيست من حيادية ومن عدالة جهاز الدولة، لأنه العديد من النيابات الخصوصية فاقوا الصباح القاروح مبدلوهم بدون سبب، بدون مبرر قانوني، بدون احترام القانون أيضا. ومن ضمنهم السي الهادي بن صالح اللي كان هو رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سكرة. لكن السي الهادي بن سالم أسعفه الحظ، وكان هو والحق يقال كان هو معناها مش متسرع، كل فطن لما تعرضه العدالة من إمكانية لاسترداد الحق. فالسي الهادي بن صالح توجه للقضاء، المحكمة الإدارية، واليوم رجع بقرار إبطال تغيير النيابة الخصوصية التي كان يرأسها. سي الهادي أهلا وسهلا بك. شكرا. سي الهادي أنت جيت يوم 28 مارس اللي فات إلى هذا استوديو وعرضنا القضية مثل ما تمت. معنا كيفاش الصباح قمت تلقى اسمك في الرائد الرسمي بدون لا علمك لا درايتك. معنا تون ناخذ منها مقطع شوية حتى نستدل به على ما تم في تلك الفترة. لكن اليوم دبر أنت كيفاش جاتك الفكرة، مشيت توجهت القضاء الإداري وتقدمت بقضية المحكمة الإدارية التي اليوم أنصفتك، كيفاش جاتك الفكرة؟ هل أنت بمجرد معناها فطنة منك أنت، أو بالنصيحة، أو ب من الخيان أخرين؟ والله هي أولا كان شعور بالاستياء لإنسان معناها جاء يخدم في مؤسسة عمومية
وقطعت أشواط وكانت في وضع جيد، وربما الكلام هذا مش أنا نقوله، المواطنين هما اللي قالوه والمجتمع المدني. فباغتني هذا القرار والطريقة التي أخذت بها هذا القرار. أنا كنت بينت في الحصة السابقة اللي وقلت أنه عمل دبر بالليل، فالشعور اللي انتابني هو أنه كأن في تونس بعد الثورة أصبحنا في مش محاصة، أمسطوا على المؤسسات كأني غنيمة متاع حرب، أعطيني ونعطيك بدون الرجوع والنظر إلى المصلحة العامة ومصلحة المواطن. نعم. أحمد ربي تعرف في اتحاد الفلاحين بالليل كما قلت أنت دبرت ليلا، يخلعوا المحل ويبدوا الكوبة ويصبح واحد رئيس اتحاد جهوي أو محلي في محله. لا أنا أتون ما خلعوش الكوبة. لا ما خلعوش الكوبة. لا 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 لا. أما أتون قل لك كيفاش وقعت عملية التنصيب، ما سمي بتنصيب نيابة دي معناها اللي نظريا عوضتني أنا وعوضت المجلس البلدي اللي موجود بحكم شوية تجربة في الشأن العام وفي النشاط السياسي. فرأيته أنه من ناحية الشكل لا تستقيم، وأخلاقيا لا تستقيم، وسياسيا لا تستقيم، ومن ناحية المصلحة العامة للمواطن والمواطنة بمدينة سكر فهي لا تستقيم. ثم أنا لست رجل قانون، لكن هذا الشعور اللي حسيت به والتجربة اللي عندي رأيت هو أنه مش ممكن باش الأمور تتعدى بالصفة هذه. فاستشرت أهل القانون وقدمت الوثائق وصرت ما وقع، ووقع نصيحتي بالالتجاء إلى المحكمة الإدارية. يا ريت الناس الكل كيف كنت سي هادي. والله كنت نتمنى هو أنه لو أن الثقافة ثم الحس الوطني عند المواطنين أينما كانوا يلزمهم يعتبروا هو أنه المؤسسات ليست ملك زيد أو عمر، ليست ملك لا معتمد ولا والي ولا وزير ولا رئيس دولة، هي مؤسسات الشعب التونسي. نعم. وكل من يعمل في مؤسسة ويقوم عليها إلا إذا تقاعس أو أثبتت عدم كفاءته أو أثبت فسادا ما، وقتها يكون موضوع ثاني. نعم، خاصة أنه معناها التراتيب القابلة للتطبيق على تغيير النيابات الخصوصية ولا البلديات يعني واضحة، يقول لك في حالة القصور تقصير، معناها تقصير في أداء الخدمات للمواطنين أو في حالة شغور، ما فماش معناها تجي أنت تقول سيل هذه مش معايا نبدله ونحط واحد آخر. ليه لو كان قدموا مثلا ذرائع أو ثم مسبات أو ثم مرفق مهوش قاعد قائم بواجبه أو ثم تعطيل أو ثم إدارة واقفة، هذا الكل كي ما ثماش منه. وزيادة على ذلك أنا كنت قد صرحت أن بلدية سكرة بكل تواضع كانت تعتبر من البلديات اللي خذت أشواط كبيرة. نهيك هو أنه ما عنديش الإحصائيات، أما يمكن أكاد أجزم هو أني البلدية الوحيدة في الجمهورية التونسية اللي عملت 120% استخلاصات. ما أظنش زدت عليه ولا شنو؟ أي لا تو نفسر لك الحكاية هذه. واحد لأنه التقديرات في الميزانية السابقة كانت دون المستوى، وأنه المعمول به هو أنه البلدية الباهية توصل 60-70-80% من الاستخلاصات. معناها أنا سألني الوالي وقال لي كيفاش يا سي الهادي كيفاش عملت باش وصلت 120%؟ قلت له سهل ياسر، ومانيش مش نخلص عليه كما نجم نقول لك كيفاش. أنا بلدية لاباس عليها وتتصرف في 13 مليار الميزانية متاعها. شريت موتورات للعمال متاع البلدية، هذا موضوع ثاني كنت حاب نجيوه بعديك. باش ينجموا يقوموا بالعمل متاعهم، والفريق متاع القسم الاقتصادية
خاطر ماهوش ممكن باش تطلب من العامل باش يكون ذو جدوى اذا كان العامل ما تعطيش ظروف العمل. نعم. معناها هذا الحوار هذا قاعد يصير حتى في القنوات التلفزيه وهو جانبي لانه ما وقعش طرح الموضوع كما يجب طرحه. لانه نحملوا البلديات المسؤوليه ونحملوا بعض الادارات المسؤوليه والحال هو انه العمال مثلا ناخذ الفضلات. هذوما ناس بسطاء تلم منا في الفضلات نتاعنا في الشوارع. هذوما توانسه. اذا كان ما تعطيهمش الظروف الدنيا للعمل كيفاش تنجم تطلبهم انت بنتائج حسنه؟ وهذا هو السبب اللي يخلي توا البلاد ممسخه. ماهيش نظيفه. ما ثماش حتى سبب اخر. ثم قرار سياسي وثم تعطي للعمال ظروف العمل ثم تطلب منهم النتائج. اما اذا كان ما تعطيش ظروف العمل وتحملوا المسؤوليه هو مش قادر باش يجيب لك النتيجه. اليوم احنا انتهى اصبحنا في اوبليغاسيون دو ريزولتا معناها اجباريه النتائج في اي عمل كان. تعرف السؤال جانبي في الواقع انا اندهشت وقت اللي تصدمت قلت لي شوف عمال البلديات هنا توم خاصه العمال اللي مهتمين بالنظافه والتنظيف وجمع الفضلات كل حتى واحد ما عنده جندوات معناها هذا دابور مخطر معناها هاك الفضلات ممكن تكون فيها جراثيم وتكون فيها مسائل جارحه مسائل معناها حاده الى اخره معناها مش معقول كيفاش عندكم انتم جندوات في ريانا في سكره احنا شرينا الجندوات وشرينا الكساوي وشرينا الصبابه تما ثم زاد ظاهره اخرى وانه للاسف هذا نقولوه وانه بعض الاعوان تاخذ الازياء هذه ثم ما تستعملهاش والبعض منهم يبيعها ولكن هذه بكلها معناها مش هنا المشكل المشكل كوي هي منظومه كامله هي منظومه كامله في واحد انا بديت في المسار هذا لانه كانت عندي رؤيه واضحه وتوصلت مع العمال من ابسط العمال الى الاداريين الى طريقه من العمل هو انه قبل ما نطلب نتيجه تاع العمل نتاعهم نعطي الظروف اللائمة. وكنت في الفترة في التطور نتاع عطيان وتمكين جميع الأقسام البلدية بظروف العمل الملائمة من تبدأ من المكتب من الكليماتيزور من الشوفاج إلى الزي إلى وسيلة النقل إلى الحيطة الطبية فهمت واحد معناها الامور معناها كبيره ماهيش بالسهوله اللي قاعدين نشوفوا فيها معناها واحد معناتيك ملاحظه برك وقت اللي تعطي انت برويته العامل نتاع بلديه برويته يمكن توزن 400-500 لوح 400-500 كيلو ابو اي بعجالي نتاع سياره معناها نتاع عجل نتاع سياره صغيره ثم يزيد يعبها بالفضلات ويلزموا يكركرها يهزها يدور بها يوصلها في الواحد. غير معقول هذا غير معقول. حقا قالوا لي وقت قلت لهم علاش البراوت هيك قالوا لي على خاطر البراوت الاخرين كي نعطيوهم فيهم يكسروهم. يعني هات نشوفوا معناها يفضل يكسر من كساس معناها رب عذر اقبح من ذنب معناها هات نشوفوا علاش يتكسروا. شنو السبب؟ ما معناه يلزمني نخلقوا ما ظروف الدنيا للعامل باش يخدم لانه مثلا يقال هو انه علاش العامل التونسي غير الانتاجيه نتاعو هابطه في تونس وقت اللي يمشي لاوروبا الالماني والفرنسا تولي أحسن من فرنسي. احسن العمال علاش هي علاش لانه المناخ نتاع العمل موجود معناها كيفاش نحمل انا العامل مسؤوليه في وقت اللي هو مازلت انا ما عطيتوش الظروف نتاع العمل نتاعو وهذا موضوع يجي نتاع النقابات والموضوع نتاع العمال بصفه خاصه اللي يهمنا اليوم انت توجهت للقضاء العدلي الاداري بلوتو والقضاء الاداري انصفك باي حجه والله حبيت نعرس على حاجه خاطر قبيله انت قلت لي في عملت مقارنه باتحاد الفلاحين بعد ما خرجت الوحده هذه اذا وقع سمعت انا لم يتصل بي احد لا اداره ولا ولايه ولا والي ولا كاتب العام وقلت لك والحال هو انه الاسبوع السابق للرائد الرسمي انا كنت معه في جلسه مع الوالي ومع المعتمد الاولى يجي سيد الوالي مع اعضاء النيابه الخصوصيه الجديده
8 متاع الصباح حتى أعوان البلدية ربما ما زالوا ما دخلوش للمكاتب نتاعهم، وفي ظرف دقائق 10 و 15 ينصب من النيابة هذه، ثم يصرح وأنه وقع حلان النيابة السابقة، وهذا افتراء غير صحيح. والغريب في الأمر هو أنه سيد ويلي رينا هو قاضي ويسمح نفسه أنه بتصريحات مثل هذه التصريحات ويمشي. فرأيت أنا بعد الواحد الاستشارة الواحد أني قدمت القضية هذه للمحكمة الإدارية على طريق محامي، ووقعت اتصالات بي من المجتمع المدني من المواطنين العديد، وقع استياء كبير نهيك أنه أنا ما كنتش على علم ما بلغني وأنه ثم عريضة إلى هذا اليوم قاعدة دور في سكرة، ثم عريضة هذيك وصلتني من الجمعيات متاع المجتمع المدني، لأني ربما لأول مرة في البلديات في تونس خلقت في سكرة دار جمعيات، وهذا كنت تكلمت عليها أنا في الماضي. بعثوا لي عملوا عريضة الجمعيات متاع المجتمع المدني ومصحة وأنه مستقيل لشيء هذا. هذا زاد شجعني هو أني ما نهبطش يدي وقدمت القضية للمحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية معناها اللي إصدار قرارها بإبطال تغيير التركيبة نتاع النيابة الخصوصية، علاش استندت؟ قالت معناها استندت على ملف كامل اللي فيه المحاضر نتاع الجلسات التي كانت تعقد في الولاية بحضور الوالي والكاتب العام، ثم الطريقة التي شكلت بها النيابة الخصوصية الجديدة، والحال ولو وأنه من صلاحيات رئيس الحكومة هو أنه يبدل النيابات الخصوصية ويأمر وزير الداخلية والوالي بالتنفيذ، إلا أنه من ناحية القانون يجب عليه أن يبرر ذلك بشيء سابق بحلان النيابة الخصوصية. هو كان عنده مبرر، لكن ما يجبش يقوموا لأنه لا يستقيم قانونيا. يمكن أن يقول سيدي هادي بن صالح مش نهضر، هذا مش مبرر قانوني هذا؟ اي لا، ربما كان يقول هذا مش نهضوي واحنا نحبوا نيابه خصوصيه نهضويه، ولكن المعلن هو انه لا محاصصه وهذا مرفق عمومي ولا للتجاذبات السياسيه، واللي يهمني هذا حتى الاستهلاك الخارجي والاستهلاك المواطنين، فهمت باش يعرفوا. اما هو الحقيقه هو انه عمليه سطو نتاع الحزب الحاكم او الاحزاب الحاكمه بتواطؤ ربما مع بعض مع الاداره، هو نفسه هو اللي وقع في البلديات الكل. هل هناك اجل يعني للتقاضي لدى المحكمه الاداريه فيما يخص بقرارات اعاده تركيب النيابه الخصوصيه؟ والله لا، ما ثماش اجل. ولو انا احنا اللي يهمنا في الموضوع انه البلاد توقف على ساقيها من الناحيه القانونيه، من معنى ايقاف هذا المد الحزبي الذي يرمي الى الاستيلاء على جهاز الدوله وعلى المكونات حتى الاداره المحليه. معناها اللي يهمنا انه الناس اللي في الوضعيه نتاعك انت يقوموا بنفس الاجراءات لابطال هذه التعيينات اللي هي الغرض منها مثل ما تفضلت، معناها هي السطو على جهاز من اجهزه الاداره المحليه. هذا هو اللي أجل معناها. لا لا، ما ثماش اجل، هذا اللي لازم يقع توا. ربما ثم هناك نيابات خصوصية معناها وقع استبدالها بطريقة غير شرعية واتسمت بالمحاصصة وبالاستيلاء على المرفق. هذا معناها أنا ننصح كل المواطنين اللي شاركوا في المجالس البلدية في النيابات الخصوصية بالقيام بملفات المحكمة الإدارية. هو ربما في العهد الحكومة الأولى بعد الثورة وقعت غلطة صغيرة، هو ما تنجمش تقول غلطة لأنه الرؤية وقتها السياسية ما زالت مش واضحة. سيد رئيس الحكومة سي فؤاد المبزع ورئيس دولة سي فؤاد المبزع ورئيس الحكومة سي البيجي قائد السبسي خرجوا منشور
وقتها لتكوين النيابات الخصوصية، ولكن ضبطوه بسنة على خاطر كانت ربما يظهر لهم أنه في ظرف سنة مش نمشيوا للانتخابات، مش يكون عندنا دستور مش عملوا انتخابات بلدية، واني سنة تكفي. فضروا أنه السنة هذه انتهت، انتهت في أفريل 12 أفريل 2012. ولكن وقع إشكال وتعطيل في العمل البلدي، وقعدنا نترقبوا من 12 أفريل حتى تقريب لجوان باش خرج تمديد في ماي، خرج تمديد بثلاثة أشهر حتى ال 12 جويليا. وبعدين بعد وصل 12 جويليا قعدنا نستناو في مرسوم آخر، خرج مرسوم يقول هو أنه النيابات الخصوصية تواصل العمل متاحة إلى حين عقد الانتخابات. هذا يخرج في أوت 2012. معناها الاستنتاج من قولك ما أنه الناس اللي بدلوهم بين 12 جويليا 2012 وتاريخ اليوم، يعني هل التغيير هذا صار بشكل غير قانوني ويجب التصدي له بالرجوع إلى المحكمة الإدارية؟ هذا هو معناها دون اعتبار النيابات الخصوصية اللي فيها شغور أو واقفة أو فيها مشاكل اعتصامات أو فيها احتقان اجتماعي، هذوما من حق الحكومة أو سلطة الإشراف تغيير النيابات الخصوصية. أما النيابات الخصوصية اللي هي تعمل وخرج القانون يقول المرسوم إلى حين الانتخابات انتهى، ليس هناك أي داعي باستبدال النيابات الخصوصية إذا كان ما تبينش وما توضحش وما أثبتش هو أنه ثم مشاكل. هذه حسب معلوماتك فهم برشا نيابات خصوصية بدلوها بين 12 جويلية 2012 واليوم، ثم عديد من العديد والعديد من المشاكل وقتها. معنى حسب رأيك كل النيابات الخصوصية اللي بدلوها بعد 12 جويلية 2012 من حقها أن تتوجه للمحكمة الإدارية بشكل استعجالي هيك مو؟ أي في قضية لإيقاف تنفيذ. تو أنت عندك قرار من المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف التنفيذ قرار الاستبدال، إذا كان الحكومة ما طبقتوش تعمل سيدي؟ والله ثم ناحية الساعة قانونية بحتة، هو أنه معناها قرار قضائي للسلطة القضائية، احنا ليس هناك أحد فوق القانون وننادي بدولة المؤسسات والقانون. لا أنا أقل شوية، معناها ما عادش ندي بها برشا. لا نديو أنا الحماس خف شوية. لا يخف ولا ما يخفش، أنا كمواطن مانيش صغير في العمر، سوف أبقى إلى آخر يوم في حياتي أنادي بذلك، لا أحد فوق القانون. هذا من الناحية القانونية. من الناحية الإجرائية والمبدئية يبدو لي هو أنه الطريقة اللي وقعت بها هي من الناحية معناها لا أخلاقية ولا سياسية محترمة. لا احترموا المواطنين ولا احترموا المؤسسة ولا احترموا من كان في المؤسسة. أنا سوف أقوم إلى آخر خطوة باللازم. ماشي الخطوات الأخرى مثلا فرضنا أنه زملاء متاعك يقوموا نفس الإجراء ويتحصلون على نفس القرار، شنو هي الخطوة الجاية؟ الخطوة هو إعلام المعنيين بالأمر من رئيس حكومة ورئيس مجلس تأسيسي ووالي والإدارات البلدية بالقرار. والوالي كما تجرأ بتنصيب نيابة خصوصية أثر مرسوم بالرائد الرسمي يكون يخل بمهامه لو أنه ما يقعش تنفيذ هذا القرار بإعادة في مخصي أنا بإعادة المجلس البلدي السابق إلى منصبه. وفي حالة لم يتم ذلك والله أنا أواصل إعلاميا بالكتابة وبالإعلام وأترك الشأن للمجتمع المدني والأطراف السياسية والإدارة، لواحد ما مش نمشن ماشي مش نطلع للجبل معنا. لا حبيبي، وفضل تطلع للجبل وتعمل خيمة دعوية قدام الوزارة الأولى.
والله ما زلت ما فكرتش هذايا في الموضوع. أما الشيء اللي نأكده لك ستار هو أني مشني من نوع اللي هبط يديه. والله كلام يسر من مواطن، يسر أنه إنسان ثابت في الدفاع عن الحق والمطالبة بتطبيقه. ملا سي الهادي احنا معاك كم قناة مواطنية سيتويان معنا، وان شاء الله ربي ينصر الحق ويقولوا كو ربي ينصر الحق والبلاد بلادنا كما عنا حقوق عليها عنا واجبات نحوها. شكرا وإلى اللقاء إن شاء الله. لزف الفرحة أنه هذا القرار تم تطبيقه. شكرا سي تاهر وشكرا للسيد المهندس.